أطفال قطعوا مسيرة علمية انتهت بنتيجة لامعة في سماء التكنولوجيا. رحلة علمية رعتها هيئة الإعلام والاتصالات وشركة زين حتى النهاية لتصل إلى التصفيات الأخيرة من مسابقة IoT Kids المختصة بصناعة أجهزة إلكترونية متطورة والإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل مشروع تكنولوجي ناشئ. منظور مبادرة دوم هي حث الطلبة على الابتكار وعلى استثمار مهاراتهم الرقمية وعلى حثهم على المنافسة، فهاي المسابقة بالحقيقة هي نهاية لعدة دورات، فالمرشحين من كل دورة، المتميزين من كل دورة والمبتكرين جمعناهم في مسابقة واحدة تحت مسمى ماراثون البرمجي ليتنافسون فيما بعضهم من أجل اختيار الأفضل. خلال هاي الثلاث أشهر السابقة اللي هي فترة المسابقة، الطلاب تعلموا بعض المهارات البرمجية الجديدة، صار عندهم مهارات منطقية، تعلموا مهارات جديدة شلون يصنعون مشاريعهم بنفسهم. هاي المهارة الإضافية ممكن تفيدهم بالمستقبل بغض النظر بأنه اليوم أكو فوز وخسارة، لا هم كل المشاركين هم فائزين 100%. مشروعي اللي فاز بالمركز الأول كان هو حزام ناقل، اللي هو الحزام كان روبوتات، واعتمدنا به على ذراع الموشن بلوك اللي يمسك البضاعة ويحطها بالحزام. ابتكارات تكنولوجية تساهم في خدمة البلاد مستقبلا، تعمد شركة زين بتطوير بذرات المجتمع منذ الصغر لتقديم خدمات علمية تسهم في تطوير البلاد. كجزء من برنامج زين الشباب لدعم وتمكين الشباب والأطفال لتنمية مواهبهم وابتكاراتهم، هذا جزء من البرنامج. داعمين احنا دائما لمواهب الأطفال حتى نقدر نأمن على مستقبل مبتكر ومبدع. قدرت احفظ الأسماك الذكي. استخدمت روبوت الأمبوت وبعدين حورته وحطيت به السيرفو و 7 سيجمنت يعد لي الوقت، حتى حطيت على 10 ثواني، حتى من يصير ال 10 ثواني السيرفو يتحرك بزوايا معينة. آلة القهوة الذكية، ركبنا سيرفو موتور من جوا يعني مود يخلط الحليب أو الكاكاو أو أي شيء أنت حاطته، وحطينا له شكل من برا مثل محلات الكيك وهاي، بس تطبي لها يكون هيك يدور عليه الكاب، وبس تحطين ايدش لي فوق راح يتحسس السيرفو وراح يقوم يخلط الخلاط وراح ينزل لك عصير. انتهت رحلة علمية بنجاح واضح، لكن بذورها ستبقى تنضج وتزدهر حتى تلامس الأفق. أطفال صغار حققوا وصنعوا من موهبتهم تاريخا صغيرا سيذكر حتى الكبار. هذا ما هدفت إليه شركة زين وهيئة الإعلام والاتصالات برعاية مبادرة دوم. ضحى عنبر، الرشيد.